في المدينة الحرفية بمعان 7 منشآت أغلقت وأخرى مهددة بالتوقف لنقص العمالة، ومكان يضيق بالمخلفات والركام يطارد الطرق المحيطة، نقص الخدمات الأساسية أيضا وهو مطلب معلق منذ عام 2015. أما البلدية فتعتذر عن الرد. رحلونا من طريق أضرح على أساس أنه البنية التحتية ممتازة، أول شيء اللي هي المي. أنا قاعد بجيب شهري لا يقل عن 150 دينار مي للمنشار. ثاني إشي عندنا حمامات تعيسي، طرق في الحرفية تعيسي. بالنسبة أهم إشي كمان اللي هو المكب اللي هو تبع الشحف، هسا لو أنا أخلي الكاميرا تلف ورا في عندنا جبال هسا أخذت مساحات شاسعة من الأراضي اللي هي تبع البلدية اللي بيأجروها للناس. ورابع إشي إحنا طلبنا البلدية يملكون الأراضي أسوة بالعقبة وأسوة بالطفيلي وأسوة بوادي موسى، اللي أراضيها العقبة أغلى من أراضي معان، الطاقم ضعف. وهذا الحكي طرحناه لرؤساء بلدية سابقين ولا حياة لمن تنادي، بالرغم أنه العقبة ملكت الأراضي للناس ووادي موسى ملكت الأراضي للناس. أنا قاعد بدفع سنوي 1200 دينار، وإذا ما بتدفع محكمة وغيره وغيراته بودوا لك انذارات. بالنسبة للعمالي، العمالي وافدي صار لنا 5 سنين اللي هو التصريح الإنشائي موقف، وهذا إشي صار يزعجنا كثير. هسا أغلبية المصالح في معان بالذات، بديش أحكي عن عمان، لسه عمان أسوأ منا. في معان بالذات مصالح كثير مسكري. أنا إلي جار إله 3 سنين ما اشتغل، أنا من كورونا وجاي شغل تعيس، كله أجار عدم مؤاخذة، ما في شغل أنت تبيع أو كذا، كله شغل نشر بالأجار. لما بتروح بتقول انا بدي عامل، بقول لك هي العمال الاردني. يا عمي انا جيب لي عليها وجه الله، جيب لي 10 اردنيه هسه يجوا يشتغلوا، ولكن ما بيجوا يشتغلوا. مين بده يجي يشتغل لك في الغبره والحر عدم مؤاخذه والاحجار المادي؟ ثاني شيء الرواتب، لما بدك تجيب ابن البلد بيختلف يا عمي، ابن البلد 300 دينار و250 دينار ما بيوفي معه، بينما المصري بيقول لك يا عمي انا بشتغل، ولكن هسه لا احنا لاقين لا اردني ولا مصري. صرنا احنا هسه معطلين، ما في اغلبيه المصالح معطلي. من سنه 2002 او 2003 تقريبا، وهي نفس الخدمات، ما صار في اي تغيير او اي تطوير على هاي الخدمات. ففي نقص في خدمات مدينه معان الحرفيه اللي هي ضعف القدره الكهربائيه انها تتحمل المصانع الموجوده حاليا، والفش شبكه مياه ممدوده إنها هون في مدينه معان الحرفيه، وطبعا الخدمات النفايات والصرف الصحي هذا غير موجود. احنا بنتامل وبنترجى انه هاي الامور كلها تنحل، لانه بالتالي بتنعكس على الانتاج في حجر معان والطوب والامور هاي. والامر الاخر اللي هو العماله الوافده اللي الان احنا ممنوع نجيبها، علما هاي عماله يعني اتدربت عنا بسنوات طويله وصارت عماله محترفه، للأسف الشديد الآن موجودة هي في مصر، وإحنا مش قادرين نجيب هاي العمالة. فإحنا عندنا نقص ونقص شديد في العمالة المدربة على أعمال الحجر، لأنه أعمال الحجر هي أعمال يعني مهنة شاقة وصعبة. فإحنا نتأمل أنه يفتحوا لنا اللي هو باب الاستقدام للعمالة في هذا المجال. بالنسبة للشتاء درجات الحرارة منخفضة بتأثر تأثير سلبي على الشغل. درجات الحرارة منخفضة بتسبب تجمد للمياه، شبه تجمد يعني، فحركة الشغل بتبقى بطيئة. كمان الأمطار والعواصف في الشتاء برضو بتأثر تأثير سلبي، حتى لو كان في شغل مش بنقدر نطلع نشتغل يعني.